السؤال الأول يقول: سلام خويا أمين. سلام خويا أمين، أش كتقول على القضية ديال تطبيق صلة اللي قال لك تطبيق إسرائيلي؟ نعم أخي الكريم، فيما يخص شاهدت الفيديو لذلك الأخ الذي يقول على أن تطبيق صلة هو تطبيق إسرائيلي. صراحة لا أعرف لماذا الإخوة يعني لازلتم تطرحون هذا السؤال، لماذا لازلنا ندقق في مصادر التطبيقات؟ لا شوفي قلبي، شوفي دابا راه عيني ما كنشوفش مزيان. لا اعرف لماذا ندقق دائما في مصدر التطبيقات. كل شيء اسرائيلي اصدقائي، يا اصدقائي كل شيء اسرائيلي. تطبيق صلة اسرائيلي، وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ تطبيق فيسبوك اسلامي، تطبيق فيسبوك عربي، تطبيق فيسبوك اسرائيلي، تطبيق ياهو اسرائيلي، جوجل اسرائيليه، انتل اسرائيليه. فهذه المواضيع يا اصدقائي، يعني صدقوني وانا لا اقوم بالضرب في اي في اي شخص، يعني احتراماتي الكامله هي اراء، انا احترم الاراء ويعني احترام شديد لجميع الاراء، ولكن يا اصدقائي يعني عندما نتحدث عن تطبيق ما اسرائيلي هذه فقط يعني فقط لخلق البوز، يعني خلق الكلام فقط. كل شيء اسرائيلي يا صديقي. ماذا اخترع العرب؟ يا اوكي، ما هي التطبيقات المعروفة والتي هي ليست اسرائيلية؟ اجبني. فيسبوك اسرائيلي، واتساب اسرائيلي، انتل التي تصنع الحاسوب الذي من خلاله تسجل هذه الفيديوهات اسرائيلي، كوكا اسرائيليه، ماكدونالد اسرائيليه، كل شيء اسرائيلي يا صديقي. نحن العرب لم نخترع شيء، لم نصنع شيء، وعندما نحاول ان نخترع شيء او نبتكر شيء او حتى فقط نبتكر، اول شيء نتعرض اليه هو الهجوم من طرف العرب. يعني اول شيء سيجعلك يعني تقف أو لا تحاول هم إخوانك أصلا. نحن لا ندعم الكفاءات، نحن لا ندعم إخواننا العرب، لا ندعمهم، فبالتالي لن تنتظر منا أن نقوم باختراق تطبيقات عربية، لأن هذه هي عبارة عن سياسة صهيونية. السياسة الصهيونية أن العربي يدمر أخاه العربي لكي لا نصل. نعم سأقولها، ما تقوليش لي اسكت، غادي نهضر، نمشي عرضوا الرسوم. هي عبارة عن دراسة، هي عبارة عن، هو عبارة عن نظام، عن نظام قتل 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 الإبداع، قتل يقتلون فيك يعني روح التحدي، روح الإبداع. هذه سياسة ممنهجة يا صديقي. أنت يجب أن تقتل، يعني أنت خصك تقتلني أنا، يعني بلا ما نتسناو، حنا نتسناو واحد الجهة ولا هذا هي اللي تدكليك على هذوك الافكار ديالك ولا تهاجم الافكار ديالك. لا، حنا غادي نزرعوا فيك هذوك القيم، سنزرع فيك قيم، وهذا الشيء غيكون في تربيتك، غادي نخلقوه لك في المجتمع ديالك، باش انك انت ملي تكون عندك واحد الفكره، صحابك هما اللي غيضحكوا عليك، هما الاولين باش يقتلوك، غيقتلوا فيك ديك روح الابداع، ديك روح التفكير. فبالتالي انت ما عمرك غادي تفكر، ما عمرنا سمعنا شي عربي طور لنا شي تطبيق وصفقنا ليه. غادي طور عربي شي تطبيق، غادي نبداو نهاجموه، غادي نقولوا ليه انت بغيت تضرب الفلوس على ظهرنا، غادي نقولوا ليه انت 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 كذاب، انت داير، انت فاعل، وغادي نقتلوه. داكشي علاش حنا هذا نظام. فبالتالي يا اخي ما تجيش تقول لي تطبيق فيسبوك اسرائيلي. هذوك الاسرائيليين يشجعون بعضهم، الامريكان يشجعون بعضهم، هناك منظمات، هناك جمعيات تدعم بالمال. جيب غير الفكره، جيب الفكره هما سيدعمونك بالمال. بالله عليكم الكراو فاوندين فين ناجح؟ ناجح في الغرب. الكراو فاوندين ناجح عندنا، نحن العرب، نحن العرب نسمع فقط بالكراو فاوندين. دابا اليوم لو اتيتكم بمشروع وطلبت منكم مساعده ماديه، اعتقد ان هناك الكثير لن يدعمني، الكثير، وليس حتى راغب امين، اي مغربي، اي عربي كيفما كان، لانها ثقافه. ولهذا يا اخواني يجب ان تتحللوا من هذه القيود، هذه القيود التي تم جسها في نظامنا التعليمي، في نظام، في المجتمع، فيما تخرج ديما المعلم، الاساتذه، ويعني لا اعمم، ولكن يعني مع احترامات الجميع لهيئه التعليم، ولكن يقتلون الافكار الابداعيه بالزرواطه. يعني كاين بزاف ديال الحوايج، ما يمكنش لك انك تجي تقول لي انه فيسبوك اسرائيلي ولا هذا التطبيق اسرائيلي. هذا نظام يا اخي تعيشه في مصر ونعيشه في المغرب ويعيشه اخواننا في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا، هذا نظام. فبالتالي انا يعني اتمنى لو
أن الشباب العربي يقوم بنهضة فكرية حقيقية ويغير ويحاول أن يفطن بهذه القيود التي يعني ينقاد وراءها بدون إدراك، بدون إدراك، وأن يتخلص من هذا الحقد على أخيه ومن هذا الحسد على أخيه وعدم تمجيد الغرب وتمجيد العرب. أنا خصني ندعم خويا العربي، أنا خصني نكون نعم خاصني نكون عنصري، ندعم خويا العربي هو الاول، عاد نشوف الاجنبي، الا لقيت شي تطبيق عربي ندعم هذاك العربي هو الاول، عاد نشوف الاجنبي ندعم خويا ولد بلادي او لا العربي الذي يعني اتقاسم معه مجموعه من 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 من, من القواسم المشتركه، لا من الدين لا من التقاليد لا مجموعه من الامور. فلهذا يا اخي الكريم انا راه شخصيا واحد كيجي يقول لي هذا اسرائيلي او تتعامل مع اسرائيل، اين البديل؟ لو أردنا يعني لو أردنا نوقف هذه التطبيقات ونوقف التعامل مع إسرائيل مع يعني ليس ولكن مع هذه المنتوجات المشهورة المعروفة، راه سنرجع إلى ركب لبس البغال ولبس النعال وركب البغال. هادشي اللي كاين، وما نحاولوش أننا يعني ما نحاولوش نكونوا سكيزوفرينيين، هذا هو الواقع. أنا ماشي تنقول لك أنا لا أقول أنني أصفق ولا انني فرحان انني كنتعامل مثلا او استخدم تطبيق هو اسرائيلي، انا لا افتخر بذلك، ولكن هذا هو الواقع. ومن اراد ان يغير الواقع عليه بترك فيسبوك الان، عليه بترك يوتيوب الان. يعني اذا كنت تشاهدني على اليوتيوب وليس لك قابليه ان تترك يوتيوب، لا تعقب على كلامي ولا تقول لا وهذا وكذا، هذا تعتبر سكيزوفرينيا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اشد شيء